بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الدرس 22 من سلسلة دروس شرح الجوهر المكنون للإمام الأخضر رحمه الله تعالى ونفعنا به، وذلك ضمن أنشطة الموسم الثاني من برنامج إعداد طالب علم مميز في مركزنا، مركز إحياء علوم الدين. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به: فصل. والسجع في فواصل في النثر مشبهة قافية في الشعر، ضروبه ثلاث في الفن، مطرف مع اختلاف الوزن، مرصع إن كان ما في الثانية أو جله على وفاق الماضية. الآن السجع، هو توافق الفاصلتين في على حرف واحد. فالشيخ ماذا قال؟ هو أصله في اللغة من سجع الحمام. الحمام، حينما صوت الحمام هذا يسمى السجع، قمرية بالسجع فرط الهوى تستدعي، فهذه القمرية. والطائر القمري هو الحمام المطوق، وهذا رأيته في بلاد عديدة، تقريبا في كل بلد دخلته رأيته، في طبعا في منطقة هذه آسيا، ليس شرق آسيا، في شرق آسيا ما رأيته. الحمام المطوق كثير كان في الشام، ورأيته في أوزبكستان، ورأيته في العراق. وهذا الطائر حمام، نوع من الحمام، يعني أصغر بقليل من الحمام، وهو طائر بري وشديد، يعني الحذر، يعني كنا نسميه حينما كنا صيادين نسميه الطائر النكر، يعني هذا لا يتعرض، ليس بسهولة يصاد، خاصة إذا مر بيدك سلاحا. فهذا الطائر، أقول هذه الفائدة، صوته هكذا نغم هكذا حزين. ويزعمون في بلادنا، في منطقتنا، وكنت أسمع هذا من جدتي، ها، أنه يقول هذا الطائر يصيح، يقول يا ديرتي يا ديرتي، هكذا فعلا، هكذا تشبه هذه، بنغم حزين. فالشعراء تكلموا فيه كثيرا جدا. كثير جدا في أشعارهم: أنوح كما ناح الحمام المطوق، نعم، رب ورقاء هتوف في الضحى، رب ورقاء هتوف ذات شجو في الضحى، فبكاها ربما أرقني وبكاها، فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني، ولقد أشكو فما أفهمها، ولقد تشكو فما تفهمني. فهذا كثير، هذا الحمام، فصوته يسمى السجع، سجع الحمام. في فواصل، والسجع في فواصل في النثر مشبهة قافية في الشعر. بالنسبة للشعر، يقال شعر ويقول قافية، مثل القافية في النثر يقال له الفاصلة، يعني نهاية الجملة، ولا سيما في كتاب الله سبحانه وتعالى فيقال الفاصلة القرآنية. ففاصلة تشبه قافية، يعني آخر المقطع إذا كان الكلام نثرا مقطعا على مقاطع. إذن توافق، والسجع في فواصل في النثر مشبهة قافية في الشعر، ضروبه ثلاثة في الفن، مطرف مع اختلاف الوزن. طبعا هذا السجع من المحسنات اللفظية كما تعلمون، وهو أنواع. بدأ الشيخ بالمطرف. سؤال لكم: النسخ جميعا هكذا؟ إذا وجدتم اختلافا في النسخ فأخبروني. ضروبه ثلاثة في الفن، مطرف مع اختلاف الوزن. إذن أولا المطرف، وهو
إذا كانا مختلفين في الوزن. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقارا أطوارا. يقول في نسخة مطرف يجوز، يجوز أن نقول مطرف ويجوز أن نقول مطرف. إما على البدل فتكون مطرف، لا ضروبه ثلاث في الفن، هنا عندي مطرف، لا مطرف ليس مطرف، فهذه ليست صفة للفن، ليست تابعا للفن. إذن ضروبه ثلاثة في الفن مطرف مع اختلاف الوزن. نعم يعني مطرف لا أرى لها وجها، وإن كان قد كتبت في هذه النسخة، فيبدو أنها مطرف وهذا هو الصحيح. يعني ربما من ضبطها توهم أنها يعني كما ظهر لنا أول مرة أنها يعني أنها تابع. إذن نعود منذ البداية فنقول والسجع في فواصل في النثر مشبهة قافية في الشعر ضروبه ثلاثة في الفن مطرف مع اختلاف الوزن. السجع كما قلنا هو التوافق في الفواصل يشبه التوافق في القافية. أنواعه ثلاثة، بدأ الشيخ رحمه الله بالمطرف وهو إذا اختلف في الوزن، ومثاله ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قال مرصع إن كان ما في الثانية أو جله ليس جله، مرصع إن كان ما في الثانية أو جله، يعني إن كان جل ما في الثانية، لأن هنا جله خطأ. مرصع إن كان ما في الثانية أو جله على وفاق الماضية. المرصع قال ما استوت فواصله في الوزن والقافية، وكان كل ما في إحدى الفقرتين أو جله موافقا لها في الألفاظ ويوافقه في الأحرف. إذن المرصع ما قلنا السجع في فقرة أو أكثر، فقرة واحدة لا تكفي، لا بد من فقرتين فصاعدا حتى يكون سجع. فإذا كان ما في الثانية أو الثالثة أو الرابعة هكذا أو جله موافقا للأولى، فالفواصل متوافقة في الوزن وفي القافية. يعني يضربون لها مثالا قوله تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فهذا مرصع. عند القرينة ما هي؟ تأتي كلمة قرينة أحيانا أو فقرة. القرينة يعني الجملة المقارنة، حينما يكون عندي مثلا جملة أولى في السجع فتقارنها جملة ثانية يقال لها القرينة، فهي المقطع المشتمل على الفاصلة. يعني عندك كلام طويل آخره مشتمل على فاصلة، يعني مثل كلمة إيابهم مع حسابهم، فهذه كلاهما هذه قرينتان.
فهذا الاصطلاح القرينة هنا هذا هو المراد بها، مرصع إن كان ما في الثانية أو جله على وفاق الماضية، وما سواه المتوازي فدري، وما سواه المتوازي فدري كسرر مرفوعة في الذكر. المتوازي أن تستوي الفاصلتان في اللفظ، وإن لم توافق يعني سائر ألفاظ إحداهما الأخرى. الاستواء في النهاية فقط وإن حصل اختلاف بينهما. ويضربون وضرب الشيخ رحمه الله الآية القرآنية مثل إيش؟ قال فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، فإذا ما ليس مطرفا وليس مرصعا فهو المتوازي كما قال الشيخ رحمه الله. إذن استواء الفاصلتين في اللفظ وإن لم تتوافق سائر الألفاظ إحداهما مع الأخرى. قال أبلغ ذاك مستو فما ترى، أخرى القرينتين فيه أكثر. أبلغ ذاك مستو فما ترى، أخرى القرينتين فيه أكثر. يعني يريد أن أحسن السجع ما تساوت فقرته الأولى مع الثانية، يعني الثانية مع الأولى تساويتا فهما مستويان تماما، فهذا أفضل أنواع السجع. والعكس أبلغ ذاك مستو فما ترى، أخرى القرينتين فيه أكثر. والعكس إن يكثر فليس يحسن، والعكس إن يكثر فليس يحسن، يعني ولا يستحسن أن تكون الثانية أقصر من الأولى كثيرة. استواء القرينتين أفضل. نعم، يعني مثلا في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود مثلا، هذا هو أحسن السجع، تساوت الفقرة الثانية مع الأولى، مثل في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. ثم ما طالت، لكن ليس طولا كبيرا، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ولا يستحسن أن تكون الثانية أقصر من الأولى كثيرا، يعني تصبح كأنك تتعثر في الكلام، الأولى طويلة والثانية تكون قصيرة، فهذا ليس كلاما بليغا، ليس مستحسنا، ولذلك لا يوجد في كتاب الله سبحانه وتعالى، فليس كلاما هذا يعني مستحسنا أن تكون القرينة الأولى طويلة الثانية تكون قصيرة أثناء الكلام كأنه إنسان يتعثر في كلامه. نعم. ومطلقا أعجازها تسكن، يعني حتى يكون السجع لابد من تسكين، ليس لابد إنما أحيانا تكون الحركات مختلفة، فإذا ما نطقت بها على حركاتها ذهب السجع. ما الذي يأتي بالسجع؟ التسكين. إذن مطلقا أعجازها تسكن، فعند التسكين يظهر السجع.
قال وجعلوا سجع كل شطر غير ما في الآخر التشطير عند الكرماء. التشطير ما هو؟ أن يجعل في كل شطر من أشطار من البيت، يعني البيت شطران، أن يجعل في كل شطر من شطري البيت سجعة مختلفة عن الثانية، فيسمونه التشطير. والماهر فيه أبو تمام، ولا سيما في قصيدته عموري فتح عمورية: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. فالشاهد هنا في قوله: تدبير معتصم بالله منتقم، لله مرتقب في الله مرتقب. فلاحظ في بيت واحد كل شطر فيه تدبير معتصم بالله منتقم، معتصم منتقم، هذا السجع، تدبير معتصم بالله منتقم، لله مرتقب في الله مرتقب. فالأولى ميمية، الثانية بائية، فهذا يسمى التشطير عند الكرماء. قال فصل: ثم الموازنة، وهي التسوية لفاصل في الوزن لا في التقفية. ثم الموازنة كما قال الشيخ رحمه الله: التسوية لفاصل في الوزن لا في التقفية، الاستواء في الفواصل في الوزن وليس في القوافي. يعني الموازنة تكون بعد السجع، وهي الاستواء في وزن القوافي، في الوزن دون التقفية. نعم. قال: نمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. مصفوفة ومبثوثة كلاهما من وزن واحد مفعولة، ولكن التقفية هنا مبثوثة مصفوفة، ليست القافية واحدة، فهذه تسمى الموازنة وهي دون السجع. السجع يعني طبعا دونه في الترتيب، أما كل كلام بليغ وفصيح ولا إشكال فيه. نعم، فهذه الموازنة إذا استويا في الفاصل، استوت الفاصلتان في الوزن وليس في القافية. قال: وهي المماثلة حيث يتفق في الوزن لفظ فقرتيها فاستفق. أيضا راجعوا النسخ التي بين أيديكم، عندكم وهي المماثلة هكذا، من عنده أي اختلاف يعني يشر. وهي المماثلة حيث يتفق في الوزن لفظ فقرتيها فاستفق. المماثلة إذا كان ما في إحدى الفقرتين أو القرينتين أو أكثر يقابله من الأخرى في الوزن، يعني يتفق في الوزن لفظ فقرتيهما، فقرتان متوافقتان في الوزن، حتى وإن اختلفت القافية، بل مع اختلاف القافية. هناك في الأول قال لفاصل في الوزن لا في التقفية، هنا قال إذا كان إحدى القرينتين وهي المماثلة يتفق في الوزن لفظ فقرتيهما، فالفقرتان أو القرينتان متفقتان في الوزن. قال وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. مستبين مستقيم، مستبين مستقيم، يوجد توافق في الألفاظ، التوافق مثل مستا مستا، كلاهما في مستا، لكن الثانية مستقيم الأولى مستبين، فحصل بينهما هذا، فتسمى المماثلة. والقلب، الله، القلب هذا، وهذا شيء من عجائب اللغة العربية الحقيقة، يعني من عجائبها، لا أدري هل يمكن أن يوجد في لغة أخرى. وأيضا من عجائب العرب حينما تمكنوا في لغتهم تمكنا عظيما، يعني حتى صار الحقيقة، أنا أذكر لكم أمثلة بعد ذلك، أنتم احكموا
وانظروا هل يستطيع الكمبيوتر ان ياتي بهذا او هل يستطيع الذكاء الاصطناعي ان ياتي به؟ لا، ربما الذكاء الاصطناعي يستطيع ان يفعل هذا لانه عباره عن برمجه. في كتاب الله سبحانه وتعالى جاء في مواضع قليله، قال: وربك فكبر، كل في فلك، كل في فلك، اقراها من الاخر الاول، كل في فلك، تقرا من الطرفين، وربك فكبر، ربك فكبر، تقرا من اليمين اليسار ومن اليسار الى اليمين. وفي الشعر خذوا البيت، يقول: مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم؟ اقرأ البيت من الطرفين، يقرأ معك على طريقة واحدة: مودته تدوم لكل هول، وهل كل مودته تدوم؟ والأغرب من هذا أن يدرك السامع هذا مباشرة فيرد بنفس الطريقة. ها هنا هذا يحتاج إلى الذكاء الاصطناعي. ذكروا أن العماد الكاتب مر عليه رجل أيضا من العلماء، نسيت اسمه الآن، أصفهاني أظن، وأصفهاني لكن لا أذكر من هو، مر عليه فحياه بتحية. كان هذا يركب فرسه فمر عليه فحياه بتحية، ماذا قال له؟ قال له: دام علا العماد، دام علا العماد، دام علا العماد، تقرأ من الطرفين. ليست القضية هنا، القضية أنه فهمها مباشرة وأدرك المغزى ورد عليه بمثلها، فقال له: سر فلاكب بك الفرس، سر فلاكب بك الفرس، لا سقط بك الفرس. هذا يسمى القلب، والقلب والتوشيح عندكم التشريع أم التوشيع؟ التوشيح كلاهما يعني هما اسمان، لكن النسخ ربما تكون مختلفة، فمن عنده نسخة ثانية فليعلق. التوشيح أم التشريع؟ قال: التشريع بناء المعنى على قافيتين يصح المعنى عند الوقوف على كل منهما. كلاهما صحيح، التشريع صحيح ويسمى التوشيح، كلاهما صحيح، لكن فقط حتى تنتبهوا ولا تظنوا أنه خطأ. التوشيح أو التشريع ما هو؟ التوشيح أن يأتي إلى بيت من الشعر أو إلى قصيدة فيأتي ببعض البيت ويجعله على وزن آخر مع تمام المعنى. ضربوا له مثالا، طبعا أمثلة كثيرة، هذا مثال: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار. يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار. انتبهوا جيدا معي إلى البيت. الآن سنأتي بتشريعه وسننظر. يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى وقرارة الأكدار. جاء آخر فقال: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرك الردى. فأتى ببيت كامل، أتى ببيت كامل ضمنه المعنى. وقبل سنة تقريبا التقيت ببعض علماء الإحساء، وهذا الإقليم إقليم مبارك في الجزيرة العربية،
يعني لا يزال محافظا على هويته التاريخية. أهل الإحساء يحافظون على هويتهم التاريخية. المذاهب الأربعة موجودة تماما، حنفي شافعي مالكي حنبلي، وموجود أيضا عقيدة الإمام الأشعري والماتريدي، وأيضا موجود الطرق الصوفية. يعني كأنك حافظوا على هويتهم على مدى يعني سنين طويلة، فلهم الشكر والفضل. فحقيقة كانوا من أهل العلم والفضل. فذكروا لي أن بعض شيوخهم قام بتشريع أو توشيح البردة، بردة البوصيري رحمه الله، وبصوت جميل عذب، ونفس أبيات الإمام البوصيري لكنها موجزة، فتأخذ وقتا أقصر أثناء قراءتها، وأيضا سبحان الله. فهذا يسمى التوشيح أو التشريع. والتزام ما قبل الروي ذكره لن يلزم، هذا يسمونه لزوم ما لا يلزم، يعني أن يأتي في القصيدة، القصيدة المهم عليه أن يلتزم بالقافية، فلا يجوز له أن يخالف القافية، هكذا شعر العرب. لذلك هذا الشعر الحداثي وهذا الشعر التفعيلي نحن لا نسميه شعرا، هذا الشعر الحديث هذا الذي هو غير موزون نحن لا نسميه شعرا. القصيدة العربية مبنية على أوزان، كلام مقفى موزون، هذا هو شعر العرب. يلتزم القافية لا محالة، فإذا ما التزم قبلها وأتى في جميع قصيدته بتكرار حروف من أول القصيدة إلى آخرها مثلا، فهذا سواء كان في الشعر أو كان في النثر، في الشعر أو في النثر، كل اسم ماذا؟ لزوم ما لا يلزم، لا يجب التزامه، لكن هكذا سمي لزوم ما لا يلزم. وفي النثر موجود، وفي الشعر وفي الذكر الحكيم في كلام الله سبحانه وتعالى موجود. مثاله: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. هاء وراء، هاء وراء في كل فاصلة. فهذا اسمه ماذا؟ لزوم ما لا يلزم، يعني ما ليس بلازم في السجع، هذا اختصار قولهم ما لا يلزم، يعني ليس لازما في السجع، يعني السجع يتم بدونه. بعد ذلك دخل في السرقات الشعرية، والسرقات في الكتاب في المستوى الأول ما تكلمنا عنها، وهي سهلة ليست صعبة، لكنها اختصاصية أكثر، يعني لها علاقة بالشعر أكثر من علاقتها بالقرآن، ولذلك سندرسها إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. من لديه سؤال يتفضل.